يأتي ذلك بينما أكد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أهمية استمرار ممارسة ما أسماه الضغط على بيونغ يانغ حتى تتخلى عن برنامجها النووي. أنا أوافق على التغيير في كوريا الشمالية، هذا نتيجة لتعاون اليابان والولايات المتحدة معا، بالإضافة إلى تعاوننا مع كوريا الجنوبية والمجتمع الدولي في مواصلة الضغط القوي على بيونغ يانغ. وحتى تتخذ كوريا الشمالية خطوات نحو نزع الأسلحة النووية بشكل واضح ولا يمكن الرجوع عنه، سنواصل تطبيق أقصى قدر من الضغط، فموقف اليابان والولايات المتحدة ثابت ولا يتزعزع.